وحياة معزتك يا أبو محمود، أنا استقلت من وظيفتي وقبلت أفتح محل بيع بوظة كله من مديري. شلون بشبه لك؟ شلون يعني شلون؟ شو بدك تشبه لي يعني؟ يعني من نمرة مديري كيفي أنا بالصيني؟ أنا باللغة الصينية شلون؟ شلون؟ شو دخل الصيني؟ يعني كأننا في بلاد الهندي ألمانو. مثل لغتي بالصينية كان مديرنا، ما بيفهم لا بالطمسة ولا بالخمسة مثل ما حكيته، ما له علاقة بشي بنو، مع شي بده يتدخل بكل شاردة وردة بالشغل. لك من شان الله، هدول شلون بيصيروا مدراء؟ ولك ومين بيرشحهم لهيك مناصب؟ ولو يا أبو محمود، اللي عم بيرشحهم هو اللي عم يستفيد منه. والله مزبوط. لك هذا مديرنا كان موظف بالقسم يلي كنت رئيسه، لا كان يداوم ويتأخر الصبح، ولك وشه مع المراجعين مثل القريص، فجأة على غفلة صار مدير سيدي، وصار ما بقى يتحاكى، ويا أرض اشتدي ما حدا قدي، يعني صار للدبانة دكانة ولأبو بريس ابقى. أعوذ بالله ما هذا؟ لا إله إلا الله. شباب تلفزيون شو ديناصور صغير؟ أعوذ بالله شو صاير لك شباب؟ شو في؟ ليش هيك عم تنط؟ فعلا شباب، شو بحياتك وشايف تلفزيون؟ لا يمكن أن ينام هذا الشيطان في البيت. ليش خيو؟ بعدين مين قال لك أنا جايبه لنيمه جنبي؟ إذا لي ما أحضرته؟ جايبه لنتفرج عليه، نشوف أخبار ومسلسلات وأفلام. يا لطيف لا يمكن. لك ليش لا يمكن؟ شو اللي احنا على كيفك عايشين هون؟ العمى. اذا انضعه في غرفتك وليحاسبك الله وحده يوم الحساب. لك شو دخل يوم الحساب هلا؟ هذا شيطان ملهن عن ذكر الله. ايه انا برايي لا تتفرج عليه. حتما لا يمكن ان اراه. ايه اوعي تقول لك شيء عرب. ليس الموضوع. ايه هلكتنا، نحن اثنين بدنا التلفزيون وانت لوحدك لا تريد. ورأينا هو اللي بده يمشي لأن نحن الأكثرية. الموضوع لا يؤخذ بالديمقراطية ولا بالأكثرية، القبول أو الرفض في هكذا مواضيع يحتاج إلى إجماع. أيوة، ونحن الاثنين مجمعين على التلفزيون. وأنا لا أجمع معكما. هلا كل هالدول الإسلامية اللي عندها تلفزيونات عايشة غلط، وأنت المسلم الوحيد اللي عايش صح. الحقيقة. حل عنا يا، والله ما لك فهمان شيء بدي، وهي الحقيقة. خلينا نفوت على التلفزيون لجوا، لأنه هذا ما له حل. أنا لن أقبل بهذا الجهاز في المنزل ولا أتراجع عن قراري. إيه لا تقبل. الله معه. قال بلهي عن ذكر الله يضرب لهي على قلبه. شلون عايش الزلمة؟ أنا ما عم أفهم. لك أنا بعرف يا زلمة، والله رح يجننا. شو بدنا نساوي؟ والحل إلا الحل إنه يحل عنا. فوت مفوت التلفزيون. شو إيه إجا صبي اللحام جاب كيلو لحمة وكيلو كباب. شو مو ناوي تجي تتغدى؟ ليش انا فاضي؟ ايه ماني فاضي، عندي هاد قصة فوق راسي. اذا نوارة قاعدة تغدي انت وياها. ليكا قاعدة بغرفتها صار لها 3 ساعات ما قامت راسها عن الكمبيوتر. ولك خلاص تغدي انت وياها. شو عم بلاقي؟ يلا بدك شي؟ خير ان شاء الله. الله معك. ايه قاعدة هم على قلبي، ان شاء الله بتلحقيها لأمك. طيب كيفك؟ شو ما اجى ابو مالك على الغداء؟ لا ما اجى، قال بيضل مدفوس بالمكتب. ايه تعي لكان يا قلبي، تعي ساعة زمان وبكون عندك، بس اكل شي لقمة وبجي. ايه بتتغدي عندي. ليش شو عندك غدا؟ لك ان شاء الله بتقبري قلبي. ايه لك انتي تعي ورح اطلب لك احلى اكل من احلى مطعم، منيح هيك؟ يلا بس لألبس مشوار الطريق وبكون عندك. الله معك. هي بس تجوعي تاركت لك سم الهاري هون. ايه انا رايحه. باي. شو يا سمر جاوبين؟ لك بنتي الشاب منيح. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمو،
ما بتعرف شو بدها تقلي. لك بنتي صار لك 4-5 سنين وشك بوشه، اذا شفتي منه شي غلط قلي لي. لا عمو والله ما شفت منه شي غلط. طيب الزلمه هلك معك؟ ما بعرف عمو، انت شو رايك؟ لك انا ما بعرف شو رايي، يعني اذا انا اللي عم قلك عليه واقنعك فيه شو راح يكون رايي؟ ايه اللي بتشوفه انت. لك بنتي مثل ما بدك انت، لانه انت اللي بدك تتزوجي مو انا. بعدين اذا مو منشرح له قلبك بلا الجواز كله، الجواز ما بيصير بالزور. ايه خلص خلص موافقة. ايه على خيرة الله، انا رح اخبر ابوكي، انت ما عليكي. يا نزار، يا استاذ نزار، ايه حطوه تحت. ايوه خير عمي. ايه عمو، هاي سمار وموافقة عليك، وأنا راح أخبر أخي أبو محمود ونحدد يوم زيارة الأهل. منيح؟ ها؟ منيح منيح كثير، ولو وإن شاء الله ما بتشوف مني إلا كل خير. طبعا لازم تشوف منك كل خير، هاي سمار بنت أخي، يعني أخي الشقيق. هو صحيح الله ما طعمني أولاد، بس هي سمار مو بس بنت أخي أبو محمود وبنتي كمان، يعني أنا اللي مسؤول عنها. الله يخلينا ياك يا عمي وطولنا بعمرك. إيه سيدي خلصت شغل؟ إيه يا عمي خلصت الشغل طبعا. وسلمت كل الرسمات؟ إيه يا عمي سلمت الرسمات وصاروا شاشات كمان. يلا لكان اركود على البيت وخبر الأهل اسمك فرحان تازة. يلا ماشي يا عمي أنزلكم. والله ما بعرف، بدك تستني شوي، بس إن شاء الله معه معه بيمشي الحال. وبيني وبينك هذا أبو أي مربي السراس وما بده يجوع. وبعدين شلون بدك تدبر له البيت؟ ليش بعرف أنا؟ والله ما بعرف، بس بيني وبينك هذا أبو عبده ناطف قلبه عليك وعرض يشتري البيت إذا ما كان بده يجوع. وينك ماجد؟ يعني إذا اشترى البيت اللي حصة من الكوميسيون النصها؟ ايه معقول ما يكن لك؟ أكيد رح يكن لك، رح يكن لك النص بإذن الله. لا أما مالي بكل هالطبخة. ايه طولي بالك طولي بالك، الشي بالعادة يروح عليك شيء، أكيد ما حيروح عليك شيء. البيت وحصتي من الكوميسيون، هي عم قول لك. لا 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 عم تهدديني؟ كأنك عم تهدديني. لا أنا وأنت بدنا نهدد بعضنا، بس تفاهم أحسن. الزلمة متسم كتير وزاحل مخه فيكي، ما بدنا نخسره. أقول لحالك بعدين البيت لازمك أكتر مني، وأنت إلك حصة بكل شيء، ولا؟ ليش ما بعرف؟ بعرف على جميع، وأنا مسافر على لبنان، بس أرجع بضل حاكيكي. أيوة شو رح تجيب لي معك؟ شو بيخطر على بالك بعتيلي على الواتس شغال. يعني أنت كريم وأنا بستاهل؟ ايه خير ان شاء الله. بدك شيء؟ لا سلامتك. مع السلامة. والله يا استاذ منتصر حاولت كتير اكتر من مرة اطلع من الشارع العاموري وما قدرت. بعدين بدي اسألك، ليش حضرتك بتشوف الأغنية الفصحى غلط؟ لك يا ابني مو غلط مو غلط، الأغنية بالشعر المحكي بتضل قريبة من عامة الناس، عامة الناس بدهم أغنية حلوة يفهموها، فإذا كانت بالشعر المحكي بيقبلوها بتدخل لقلبه مباشرة. أما يعني ما تواخذني يعني باللغة الفصحى رح تضل بعيدة عن العامة. طيب يا أستاذ هي أم كلثوم غنت الأطلال ودخلت قلوب كل الناس. لك يا ابني يا حبيبي زمن ام كلثوم راح راح، والزمن هلا اختلف. بعدين مين عم يسمع الاطلال هلا لام كلثوم؟ طيب استاذ هي نزار ابماني، لهلا الناس عم تسمع قصائده الملحنه، ومو بس هيك عم ترددها باللغه العربيه الفصحى، واذا بدك كاظم الساهر لهلا عم ياخذ من قصائد نزار ويلحنها، وفي دعوه عربيه ثقافيه واضحه للعوده للغه العربيه الفصحى.
أصلاً كاظم الساهر لو لقى شاعر غنائي واحد يكتب له ما كان لجأ لأشعار نزار أباني. شو هالحكي؟ معقول؟ لك يا ابني، كاظم الساهر أنا اللي بعرفه، أكثر من 20 مرة حاول ياخذ مني نص غنائي وأنا ما عطيته، كتير اتصل فيني وحط وصاير. ليش ما عطيته أستاذ؟ يعني هو ما هو ستايلي، بعدين الناس أزواق، أنا ما بحب صوته لكاظم، مالي حر؟ بهي أنا معك، لا أنت حر والناس أزواق. بعدين نزار أباني اللي عم تحكي عنه أنا ما بحب شعره، وراح فاجئك أكثر هلأ إذا قلت لك إنه إبراهيم ناجي اللي كتب الأطلال لأم كلثوم كمان ما بحب شعره. أنا ما كتير بنسجم مع هي الطريقة اللي بيكتبوا فيها هدول الكلاسيكيين، يعني هي موضة بطلت من زمان. كيف يعني أستاذ؟ يعني الزمان طلقت القصيدة الغنائية اللي أنت كاتبة من نبض الناس ومشاعرهم، ما بتكون قريبة منهم، بتضل بعيدة عنهم وبتكون ميتة بمجرد ولادتها. لكن ليش أنا الأغاني اللي أنا كتبتها عايشة لحديت هلا؟ صح صح كلامك أستاذ، بصراحة أنا خجلان منك. بس أستاذ منتصر بدي أسألك، شو كان عنوان آخر أغنية كتبتها حضرتك؟ هلا أنا بدي ذكرها؟ أنا بدي ذكرها؟ بدك تعمل شاعر غنائي ومالك سمعان ولا غنية من أغانيي؟ لا بالإذاعة ولا بالتلفزيون؟ لا لا مو هيك القصد أستاذ أبدا. خلاص خلاص خلي نصوصك هون، أنا ببقى بقراها وبعطيك رأيي بعدين. بس أستاذ أنا كنت بدي أقول. خلاص خلاص بكفي، أنا أعطيتك أكثر من وقتك، أساسا أنا كثير مشغول، رفقاتي عم يستنوني. أستاذ بعتذر منك، بس اسمح لي بدقيقتين من وقتك. هادي الله يخليك. بس انت يا بلال تركت ومشيت، مزبوط، وما كان فيني اعمل غير هيك. شو بتريدي بعد حبس سنتين مشان مقالة كتبتها ضلني رايح جاي على المباحث؟ طيب شو رأيك ابعتلك بطاقة سفر تجي لعندي ونتجوز؟ بكير خايفة من أبوكي؟ لا هالمرة مو عكيف أبي. طيب بدي أسألك سؤال، بلال أنا تعبت، صرنا أكتر من ساعتين عم نحكي على التشات، خلص بكرة تسألني، باي. الله معك. فيني أعرف شو عم يعمل عنا سهيل بنص الليل؟ هاد مو غريب،
هذا ابن عمتي سهيل. ابن عمتك هذا بزورنا الساعة واحدة بالليل وبكل وقاحة بتستقبليه بغرفة نوم ابي. شايفتيني حمارة؟ شو قصدك ولك؟ قصدي انك استغليتي سفر ابي وعملتي اللي ما بتعمله ست محترمة. محترمة؟ دخيلك ودخيل ابوك شو محترمين؟ يا لطيف يا لطيف شو محترمين؟ لا تكوني مفكرة انه ابوك رجال يا بعدي. اللي على غرفتك قدامي يلا. ولك هيك بتحكي على مرت ابوك يا كلبة؟ انا مالي كلبة ومالي كذابة، لك عم قلك انا شفتها بعيني. لك كلبة وستميت كلبة، بدي اطلع لك عيونك هدول ولك. شفت انا ما عم صدق الحكي اللي عم بسمعه، لك انت ابي ابو مالك يلي امي ربتني على انك احسن واشرف رجال بهالدنيا، مو معقول اللي عم بسمعه. يعني قصدك انا مو اشرف رجال بالدنيا ولك؟ شهر انه البنت اكل صدمه فقدت النطق. والحل؟ ما في حل حاليا، بدها وقت، يعني بدها صدمه ثانيه. يعني بنت ما عاد تسمع ولا عاد تحكي؟ يعني صار لي هيك شهر عم معالج فيها وما في اي تقدم. استغفر الله العظيم، طيب شو بدنا نعمل؟ يلي مستغربوا انها تفقد النطق، بس السمع عم يخل بسرعه. وهي حاله غريبه، بس السمع عندها صفر. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب كتر خيرك. ما بيصير، ما بيسوى. لا تضحكونا مع كل الجنود. ما بشي، كنا عم نحكي عن حظنا المعتر. لا سيدي، كنا عم نضحك على حظنا المعتر وعلى التقاعد والشغلات المعدة. يعني شر البلية ما يضحك، مو هيك قصدك أبو محمود؟ يعني هيك بيقولوا. من شان الله لا تحكوا عن الحظ، ما حدا حظه مثل حظي. ليش بقى؟ خزيت العين حولك، خريج أدب إنجليزي وشاعر ومسبع الكارات وبتكتب بجرايد برا، فشو بحظك؟ لك يا مزبوط، يعني انا بكتب بجرايد برا مزبوط وعم يدفعوا لي كل مده يعني مبلغ مرتب، بس شيت انه انا محظوظ؟ لا والله. دخلك وعم تنشر هذا الشعر اللي عم تكتبه بالجرايد؟ لا، شو عم انشر شعر؟ ليش عاد في جرايد تنشر شعر؟ لكن شو عم تنشر؟ ابحاث تاريخيه. ابحاث؟ لك يعني مو ابحاث، يعني هيك مواضيع تتعلق بالتاريخ، يعني شغله عمودين ثلاثه بالجريده وكل شهرين بدفعوا لي مره. اها، وليش ما بتكتب بجرايدنا؟ انو جرايدكم؟ جرايد البلد. انو جرايدنا؟ لك يا رجل يا رجل، جرايد البلد قد ما كتبت فيها ما بتطعمي خبز. معقول؟ لك بيدفعوا استكتاب قليل قليل كتير، يعني قد ما دفعوا ما بيطلع حق المقالة، قد ما كانت كبيرة قد ربح حق المقالة برا. ليش بقى؟ لك ايه، هذا غير فزلكاتهم، شي بيكتب لك على المقالة تؤجل، شي بيكتب لك عليها غير صالحة للنشر، شي بيكتب لك انه لا تتماشى مع سياسة الجريدة. دخلك وجرايد برا بينشروا لك كل شيء؟ ايه طبعا كل شيء، المهم ما تتعارض مع سياساتهم، وانا اساسا يعني ما بكتب بالسياسه، ثقافه وادب وبس. خذ هاي جريده اول امبارح، اليوم وصلت على البلد، هون مكتوب بالصفحه 7 بالعمود هون، شايف؟ هارون الرشيد أوكي الخليفه أوكي العباسي. اوكي اوكي اوكي، قريتها 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 الصبح قبل ما يجي ابو لؤي، وهي نسخه. ايوه، شو رايك؟ بصراحه بصراحه بصراحه، يعني
ماني عارف شو بدي اقول لك، يعني مقالي متهوي. ادينا ابو محمود بلشنا اهانات. مو انت بدك الصراحه؟ شو يا عم فايز؟ المسا بنكون خالصين؟ طمن معلم حسن، ان شاء الله كل شيء مثل ما بدك. يا عيني يا عيني. ايه ها؟ يا جانيت؟ جانيت؟ نعم استاذ. تعي شوفي لي هالقطعة، تعي. شو رأيك؟ حلوة، القصة حلوة، بس الطبعة مو حلوة أبدا. ايه معلوم بدك تقولي عن القصة حلوة، ما أنت اللي قصصتيها. وليش ما عجبتك الطبعة يا جانيت خانم؟ شو في ما أحلاها؟ ليش شوفي لي هالدبدوب؟ ماي فريند، شو بدك أحلى من هيك؟ ايه ما بلبس هيك طبعة لشو ما كان. مشدوبة شي أنت جانيت؟ لك هاي الطبعات غريبة، ما في منها بالسوق، صار لي شهرين عم دور عليها. ايه بس هي مو حلوة أبدا. هلا بزمناته عملنا طبعة الجريدة، قديش بعنا منها؟ كتير. وطبعة ورق الشدة؟ كمان كتير. قديش كتير؟ 2000 قطعة. 2000 قطعة، أضخم تاجر بالسوق ببيع 300، نحن بعنا 2000 لأنه حلوة وأنا اللي نقيتها، تذكرتي؟ بس يا أستاذ حسن هي مو حلوة ابنه. خلصنا جاني، هاي الطبعة حلوة وبدنا نساوي منها، ثقي فيه بقى، ثقي بذوقي. إي صعي، دقيت سمر من المطبعة، قال أبو قصي متضايق على مصاري، علينا 5 فواتير. إي شو ساوي له يعني؟ خلص طنشي، شو بدك بهالقصة؟ وبيع الأزرار والكلف وتاجر القماش. خلص طنشيهم، حلقي لهم، شايفة وضعنا كيف؟ إذا دقوا لي شو بقول لهم؟ شو بدك تقولي له؟ لك جانيت انا ليش موصلك وعم ادفع لك مصاري؟ دبري حالك مشان الله بقى. يلا يا بنات استعجلوا شوي. دبر حالي. مرحبا خيب مالي. لك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالسيد حبيب يا ميت. اهلا وسهلا، شرفت. شرف سيد راسي، شرف. شباب بيروت تمام؟ كلهم بسلامة. أمورك أنت إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير، منيح عم دفش تدفش. الحمد لله رب العالمين. دخلك أخي ملحم عم تشوفه؟ كل يوم تقريبا. سمعت إنه متجوز هالمنظوم ومو قايل لي. ما بعرف هيدا خيك تستفد منك إله. قديش اللي بيطلع وبنزل على بيروت؟ ما قال لي. ما بعرف اسأله. بلا بلا، وحدة فلسطينية تبع المخيمات كان لافي عليها أول شيء بعدين جوزها. يا خيي عم أقول لك بس تطلع أنت على بيروت اسأله بنفسك. إيدي على رأسك، بتعرف لما ما بتعرف؟ يا خيي ما بعرف. أيوه طيب، ما دام ما بتعرف شو بتحب تشربها؟ ولا شيء، بدي فيلم مستعجل بتصير على بيروت. أوه. لك ليش إجي؟ وين الموافقات اللي بعتوا لك إياها الشباب؟ موجودين، شو بدك فيهم؟ افتح آخر وحدة. وهي آخر وحدة؟ شوف أبو مالك، دكتور تمام محطوط جنب اسمه إكس، هيدا الزلمة لازم يسافر، خبره وشجعه على السفر. دكتور تمام؟ كل واحد إجت الموافقة تبعه خبرته. بس هيدا بدنا إياه يسافر. وأنا شو بيضمن لي إنه بده يسافر؟ هلا أوراقه صارت جاهزة، بدنا إياه ما يبطل سفر. والله ما بعرف إذا كان بده يبطل. لا خيي، رجع اتصل فيه وشجعه على السفر. أيوه. وليش هاد دون غيره؟ ما بعرف. ما بعرف ما بعرف، شو ما سألناك بتقلي ما بعرف، شو محافظ غير كلمة ما بعرف، بنسألك عن أخي إذا تجوز ولا لا بتقلي ما بعرف، بنسألك عن الدكتور تمام بتقلي ما بعرف، شبك لك نبيل؟ ما بني شيء، بدي سافر، بس توصل على بيروت تفهم القصة بالتفصيل. طيب أجلها للمسا بسافر معها؟ لا، في ناس بدي أخذهم معي. خاطرك. فهمت شو وصيتها؟ علي، الله معك. خاطرك. لك اخي انت قلت لي بدك الصراحه، وانا قلت لك المقالي بتهوي وبلا طعمه، وتضرب انت واللي نشر لك اياه. ليش بقى محمود؟ يا محمود شو صار؟ مو هيك يا اخي، مو هيك. إيه لا سيدي، هيك ونص، واللي نشر له اياها مجنون اكثر منه. لك انا عم بسالك ليش المقالي بلا طعمه وبتهوي؟ اقنعني يا اخي. حاضر رح اقنعك. هلا فهمني، شو بيهمني انا كقارئ إذا كان هارون الرشيد بيمشي بدكة ولا بلا دكة؟ ها؟ هلا هذا بيطلع معك؟ صار لك ساعة نازل فيني وما فهمت من كل المقالة غير دكة هارون الرشيد؟
ليش دخلك؟ شو فيها هالمقالي غير الدكي؟ ها شو فيها؟ شو هالاكتشاف العظيم اللي اكتشفته؟ فهمني، وشو بيهم الناس اذا كان هارون الرشيد بيمشي بدكه ولا بلا دكه؟ لك يا رجل، يا رجل، هارون الرشيد كان يحارب سنه ويحج بالسنه اللي بعدها، معقوله يمشي بلا دكه؟ لك هلا شو بيهم القارئ من دكه هارون الرشيد؟ فهمني يا سيدي. بهمه وبهمه كثير كمان، وبتحداك اذا بتلاقي مرجع تاريخي واحد بيحكي عن هارون الرشيد وشو كان يلبس. ابص ايدي من هون، من هون بقصه، اذا بتلاقي مرجع تاريخي واحد بهالخصوص. روق روق، لا بتقص لي ايدك ولا دكه هارون الرشيد، ما بدك كل العصبيه ابو الانتصارات. روق شوي ابو محمود، هدي شبك. من يوم ما طلعت على التقاعد قال لهلكتنا، يلعن الساعه اللي ابتعدت فيها. خف عنا يا اخي. بسيطه، ابو محمود بيضل كبيرنا وبيمون. الله يرضى عليك، بس بصراحه هاي حكايه الدكه ما عجبتني. لك حبيبي انت شو بدك بالدكه وما الدكه؟ اه شو بدك بهالشغله هاي؟ خليك بالشعر والاغاني، مو خرج التاريخ. اسمع هالقصيده لك. لا مو بهذا العدد. طيب تعال تعال لك أمر. لك أمي جاي بسرعة أستاذ معتصم اليوم، ما هيك ولا لا؟ مثل عادة المعلم، نص كلامهم ما حدا بيفهمه. قلتها هلا شوف نتيجة أفريج شو بيتناقروا على ديمقراطية ورأس مالية واشتراكية، وشو بيعرفني شو بيحكوا. ما شاء الله، لكك حافظهم بصم. لك إيه، بصمهم بصم، صار لهم 30 سنة زباين المحل، وشوف فسيجي أبو محمود بيستلمهم واحد واحد، لو طارق قدهم شرط مري. أنا بالنسبة لأبو محمود على سلامته، بس هو بحب الضحك شوي. لو شوفهم انت ساعة بيتخانق وساعة بيحرد وساعة بيتركوا بيمشوا، لك تاني نهار بيجوا ولا كأنه في شيء، بيقعدوا على نفس الطاولة، لك بوسي بيحط العقل بالكاف. يا معلم، هدول رفقات عمر، مو ولاد امبارح واليوم. بس أنا بشوف لك إنه أبو لؤي هو أهدى واحد فيهم، مو هيك؟ لولا أبو لؤي لكانوا نتفوا بعضهم تنتيف. قلتك لك قوم ساوي لي كاسين شاي شبن، وياك ساوي لي أرجيلة، قوم لشوف. حاضر حاضر، يلا بس لوصل الطلب وبساوي شاي لي ولك وبجيب لك ياهن. يلا بتضلي ضربيني فيها. يبعث لك هاتي. حلوات تطير العقل. شو لابسته؟ نمر. بتخوفي والله. ضبلي اياه تكرم عيونك. ها على الموت هيك مهضوم كثير بجنن. ضبلي اياه العين. ها لا 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 ولا يهمك، يكرم عيونك. حلو زيتي بجنة. بس يمكن الأسود. شو اسمك؟ قل لي شو اسمك يا شاغل هالنفس. أنا في ناس بتقول لي أبو عمر، في ناس كمان أبو عمر. أبو عمر الثاني أحلى كمان. بتقول لي يكرم عيونك. قديش حقهم؟ شو هن؟ لتياه هذول مقدمين. لا لا لا، انا باخذ كل شيء بحقه. لا لا تزعليني من هيك ارجوك. عن جد عم لا 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 لك لا جد احسن في عندك زحمات. بدك تشرح موبايلك. موبايلي انا؟ ليه؟ لحاكيك بوصيك على الغلاف. تكرم عيوني، امانه برقبتك. ها كوني قاعده هيك لحالك، بدي اقعد وارجع على بالي حكي لابو عمر. بدي اساله. تسألني يا مصطفى؟ ايه بسألك، بس يمكن متأخر بكل وقت شوي. ولا يهمك، انا بصل. سجل عندك. اها قديه؟ صفر؟ ايوه. تسعة؟ ايوه. ثلاثة؟ ايوه. أربعة؟ كمان؟ خمسة؟ خمسة؟ ستة؟ سبعة؟ وقتك لك الطبق. بالأخير ربك. أهلين وسهلين، ما شاء الله. أهلين فيك. عندك فيسبوك؟ عندي لك. معناها بعتي طلب صداقة. حلقة. ايه لا لا قولي. هلا جد لا، بعتي طلب صداقة شهيرة لكم. اليوم ها اليوم ما رحنا قبل ما ابعث لك طلب صداقة. ميرسي على الغرض. ولا يهمك. أنا عايشة حالة صعبة كتير، إن شاء الله بس حس إني بديت أرتاح ممكن هيئ حالي. ماني عارفان شو قصة الحالة، كل ما اسألك بتقيليلي بعدين.
عندي أسبابي بلال. طيب ليش بعدين؟ ليش ما بتصارحيني شو المشكلة؟ المشكلة صحية وإن شاء الله بتخلص. مشغل بالي عليك، شو هي المشكلة الصحية؟ بلال الله يخليك، لا تلح علي كتير. من حق الطبيعي إنه ينشغل بالي. لا الله لا يشغل لك بال، انت هلا دير بالك على شغلك، وانا وقتي صير الوقت مناسب لحالي بحكي لك بدون ما اخبي عليك شي. هي صار لك سنة على هالحالة، ما كان يجي الوقت المناسب؟ لا صدقني يا بلال، لو كان هذا الوقت صار كان دغري حكيت لك. طيب ما بدي ازعجك، شايفة الأكل مثل ما هو، ما تسمنتي؟ إن شاء الله بتلحقي لأمك وبرتاح منك. والله أبوكي ما في منه، قلبه أبيض، بحبك عنده ياكي بالدنيا كلها، لطيف، لك ألطف منه كمان ما رح تشوفي بحياتك كلها. ترجعي عم تقولي لطيف؟ أمي يمكن يكون لطيف معك بس مو معي أنا. مع هذا كله ما في تفوتي على غرفتك وتقفي على حالك الباب وكأنه عايشة ببيت تاني. أنا لا بدي شاكله ولا يشاكلني، لا قرب علي ولا يقرب علي. لك يا أمي ما هيك ما بيصير تقفي على حالك الغرفة، بركي صلك شي وإنتي لحالك، شلون بدنا نعرف؟ إيه وقتها خليني موت أحسن لي من هاي العيشة. بعدين ماما بدي أسألك شو في فرق بين عيشتي والموت؟ حرام عليكي، أبوكي همه كبير، قضى حياته كلها بالسياسة وبدون فائدة، وهدول اللي بيشتغلوا بالسياسة بيخوفوا أمي، بيشوفوا شيء نحن ما شفناه. بعدين السجن، قليلة اللي شافوا أبوكي بالسجن، حرام عليكي، مشان هيك أنت بتشوفي عصبي دائما. أي سياسة اللي عم تحكي عنها أمي بشرفك؟ معقول طول ما له قاعد عم يحكي مع العالم عن الحقوق والمساواة وحقوق المرأة وأنا ما نحن أطلع من البيت غير يا معك يا معه؟ لا تنسي إنه أبوكي فنان وحساس، وهدول الفنانين بيكونوا مختلفين عن بقية الناس، إلهم طبع خاص. دخيله الفنان أنا، لك من أنا وصغيرة معبينا البيت ومكركبه باللوحات وبحياتي ما شفت له لوحة مثل العالم والخلق. خلصنا حاجة فزلك إيه؟ أمي ما رسمك ولا مرة أبي؟ بلا مرة واحدة من زمان كتير، شو بعرفني؟ وين اللوحة؟ حطتها على سقيفة تحت تنكة الزيت مشان ما يطعموا الزيتات. يعني ما عجبتك؟ شي بيكشش البدن. يعني ما بتشبهك اللوحة أمي؟ إذا عمر الشريف بيشبه إسماعيل ياسين بتكون اللوحة بتشبهني.
حكونا معكم، على شو عم تضحكوا؟ لك بطاطا؟ لك طالما في بطاطا، ليش خليتيني اشتري؟ يطعمك حج والناس راجعة، إذا بدي استناك حبيبي ما بنتغدى اليوم. ما قلتوا لي، على شو كنتوا عم تضحكوا؟ ما كنا عم نضحك تقبرني، ما كنا عم نحكي عن لوحاتك. لوحاتي؟ وليش شبه لوحاتي؟ كان طالع برنامج بالتلفزيون عم يحكوا عن فنان مشهور ويرجونا لوحاته، لك شو كان اسمه امي؟ بيكاسو. ايه هذا بيكاسو، يخرب بيته، عاملين لي اياه مشهور على شو ما بعرف، ايه صدقني انت بترسم احسن منه مليون مره. بعرف حبيبي، بس هذا بيكاسو بيضل فنان كبير وله اسلوبه. ايه مثل ما بدك، يلا حجهز لك الغداء. لا ما راح اكل. شو هالخطأ الشائع هذا؟ فطور وغدا وعشاء، الواحد بس يجوع بياكل. أنا بدي نام ساعتين وبس في باكل، هدول حطوهم بالمطبخ. كيف طلعت معك قصة بيكاسو؟ لك أنا بعرفه لبيكاسو، أنت قلتي وأنا كملت، شو بعرفني؟ لك حاجة بقى توتوتي أنت وياه، خلوني أعرف نام، عندي رسم لنص الليل. نام نوم العوافي تقبرني. او شو رايك فيه؟ عن قريب انا ما بعرفه، كنت شوفه لما كان يجي لعند الاستاذ حسن يفرجي التصاميم. لطيف؟ ايه هو لطيف كثير، انا بعرفه من اول ما توظف عند عمي ابو قصي بالمطبعه، ودائما بحاله بحياته ما زعل حدا. ايه منيح، بتحكي بعبك. لو انا منيحه على شو بدي اضحك بعبي؟ شو على شو؟ عريس مرتب ومصمم موهوب وجامعي ومن مجاميعه يعني. لو انا فيني البركه. كيف وليه؟ صار لي منيشني عليه 4 سنين من أول ما توظف بالمطلع. 4 سنين؟ ايه 4 سنين، لكن بدي طيره من إيدي. معناتها كلامي صح، وضحكي بعبك وبلا غلاظة. بعدين أهم شغلة إنه عصامي، يعني أبوه كان موظف كتير صغير بضيعتهم، هو اشتغل وبنى حاله بحاله. أبوكي رح يوافق عليه؟ ايه وليش لحتى ما يوافق؟ أبي ما بيهمه إلا الزلمة ذاته، يعني أساس ما بتعرفيه لأبي؟ أنا اللي بعرفه، ما هو وأبي مطبوعين على كربونة واحدة، مشان هيك طول عمر الرفقات. كتير انبسطت لك بهالعريس يا سمورة. وأبي بس يعرف إنه ابن ضيعة رح يفرح كتير كتير. ليش بقى؟ لأنه طول عمره بيقول ابن الضيعة نقي ومو ملعب مثل غيره. شو اسمه ضيعته؟ والله ما بعرف. ما بتعرفي؟ لك احكي. ما عليك مشان الله، كنت بطل حولي هيك بضل عن المرأة، أنا أخي إن شاء الله رب اللي خلقها. هذا موضوع عليك، أنا عندي معهد النجاح، أنا بس أصابر عقل جوزتين بخرج بوز كده، بدك خلص احكي معي، أخي اشتكي للوزير. أنت معلش بحياة أمك، أنت ما حبيت. أنت ما تتدخل، خلص عندك صفك، ما بدي أحكي، اتركني لحالي. عندي قصة وقصة. شايف؟ شو رأيك بهالأكل الهواء هذا؟ شو هلا نساوي؟ خلص معلش خلص. شفت لك هدول إلك. ما أحلى ريحة هالوردات. طول عمرك مزرق يا عيد. لكن الناس بتحسبني عليك. يا الله شو حلو. لك ليش هالكاسة المزهرية؟ شو عامل؟ العوض عرفك قيمتين؟ شو بك؟ لك غبت ساعة وحدة بالاكناكة البيت؟ أنا عندي ولد صغير لك أنا شو الله بلاني؟ أنا شو الله بلاني؟ شو بدك تقول؟ ان شاء الله بيقولوا قوالك والناس نايمة. ايه؟ احكي شبك؟ جوعان